النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. اشتعلت مجددا معركة رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فهل يكتب فجر جديد في الفيفا أم تنطفئ غدا؟ الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي سيحدد غدا الخميس قراره بشأن خوضه انتخابات رئاسة الفيفا ضد السويسري جوزيف بلاتر. ويوضح بلاتيني موقفه في موناكو على هامش قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. كسر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الرقم القياسي لأغلى لاعب في إنجلترا، فبدأ الحديث عن انتقال فرناندو توريس إلى ميلان. توريس هو الهدف بالنسبة لنائب رئيس ميلان أدريانو غالياني، الذي يقول إن ناديه بحاجة لمهاجم كبير قبل أيام على إقفال باب الانتقالات. ويسعى ميلان لضم مهاجم بعد رحيل ماريو بالوتالي إلى ليفربول. صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أكدت أن نينو قد ينضم على سبيل الإعارة ومن دون دفع أي مقابل. وبالحديث عن بالوتالي، يبدو أن مشكلته مع لباس الدوري الإنجليزي مستمرة، فبعد 3 سنوات على فشله في ارتداء زي التدريب الخاص بمانشستر سيتي، عاد السوبر ماريو ليواجه المشكلة نفسها مع ليفربول. الدولي الإيطالي شارك في أولى الحصص التدريبية مع فريقه الجديد، وعند محاولة ارتداء قميص برتقالي على غرار باقي زملائه، فشل في إتمام المهمة وتاه وسط زملائه، ليفتح نجم ميلان السابق مسلسل طرائفه مبكرا مع الرادز. ليس من السهل العمل بعد أليكس فيرجسون، ولكن الأصعب أن ترمم حقبة غاب عنها. هو لسان حال المدرب الهولندي لويس فان جال، يصرح جمهور اليونايتد بأن انضمام دي ماريا لن يعالج المشاكل ويطالبه بالصبر. فرح جمهور مانشستر يونايتد كثيرا بانضمام الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لكنه يدرك أن ذلك لا يكفي. أعتقد أن دي ماريا يمكنه المساهمة، وهذا مهم للغاية، لكن لا يجب علينا أن نتوقع تغيير أمورنا بداية من الغد. اضطر آد وودورد لإنفاق 60 مليون جنيه استرليني لإقناع أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا بالانضمام إلى فريق لن يشارك في هذه المسابقة. إن سعره المرتفع جاء فوق التوقعات، لكننا في أمس الحاجة إلى لاعب مثله. فريقنا يفتقر إلى لاعب الجناح. اشتقنا لرؤية لاعب بمهارات ريان جيجز. صانع صفقات مانشستر يونايتد يعاني من الضغوط لسد ثغرات لفته إليها المدرب لويس فان جال قبل انطلاق الموسم، وظهرت جلية في أول مباراتين من الدوري. هذا بالتحديد ما يحتاجه يونايتد. نحن نريد الاستمتاع بنوعية متميزة من اللاعبين. انضمام دي ماريا جعله أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولا يشك المدرب الهولندي في أنه سيضيف إبداعا إلى الخط الأمامي، لكنه لا يحل المشاكل في الدفاع وخط الوسط. انضمام دي ماريا هام جدا وسيكون مفيدا، لكن بعد رحيل فيديتش وإيفرا نحن بحاجة إلى مدافعين أيضا. أمام وودورد أقل من أسبوع لكي يوضح للجماهير قدرته على ضم اللاعبين الذين يحتاجهم المدرب الهولندي من أجل إعادة يونايتد إلى مكانته المرموقة. الجماهير يجب أن تثق في فلسفتنا. نحن نبني فريقا لا يمكن صناعته في شهر أو حتى في عام واحد. فان جال بدأ منزعجا جدا وهو يتحدث بعد خسارة يونايتد برباعية أمام مضيفه ميلتون أحد أندية الدرجة الثالثة، وخروج الفريق من كأس رابطة الأندية الإنجليزية. وفاة مهاجم فريق شبيبة القبائل أربير إيبوسي أعادت فتح ملف العنف في الملاعب الجزائرية، عوامل عدة أسهمت في وصول الأمور إلى ما هي عليه اليوم. مراسلنا من الجزائر أسامة عبد النور والتفاصيل. ويعود العنف من جديد. شبح خيم هذه المرة على ملعب الأول من نوفمبر بتيزي وزو أودى بحياة الدولي الكاميروني ألبير إيبوسي. إيبوسي شيع إلى بلده وخلف وراءه الحسرة والعار للدوري الجزائري الذي تعرض للعقوبة والتوقيف لأجل غير مسمى. هذا لا يكفي، لأن أعمال الشغب وظاهرة العنف في الجزائر ليست جديدة، ومعالجتها لا تكون بقرارات هكذا سريعة. لابد من قرارات عميقة ودراسة معمقة لمثل هذه الأعمال التي
لا تسيء بشكل كبير، هي تسيء بشكل كبير لسمعة الرياضة وسمعة كرة القدم الجزائرية. بعد ما وصلت الرياضة الجزائرية برياضة كرة القدم إلى العالمية في المونديال الأخير بالبرازيل. ليست هذه المرة الأولى التي يضرب فيها العنف الملاعب الجزائرية. حوادث سابقة واعتداءات بالسلاح الأبيض طالت الدولي عبد القادر العفوي بسعيدة غرب الجزائر والمهاجم الدولي السابق حسين أشيو وغيرهم الكثير. احترام القانون يعني يبدأ على كل المستويات، على مستوى الأمن، على مستوى مسيرين الملاعب، على مستوى منظمين المنافسة هذيك. وكاين أمور يعني عامة ممكن نعملوها وعندها تكون عندها نتائج على المدى البعيد، منها نظن أن التربية الرياضية في المدارس يعني شيء ممكن يساهم بصفة خاصة. تفاقم العنف في المدرجات وخارجها يعزوه مختصون إلى خلل المنظومة الرياضية أصلاً وتساهل الوصاية مع القوانين. المنظومة الرياضية إلى حد الآن كارثية إن صح التعبير. أنا كنت في البرلمان وكنا صادقنا على مشروع قانون التربية البدنية والرياضة في 2004، ولكن بعد تغيير هذا المشروع يعني بمشى المشروع جاء مشروع آخر، كنت أنا تكلمت مع إطارات في الوزارة ففيه صدور مراسيم تنفيذية 11%، ما عدا 11% يعني تم صدورها في الميدان، وبالتالي ما فيهش تطبيق ميداني، ما فيهش قوانين صارمة تطبق ميداني. مع كل دوري تتكرر حوادث العنف، لم ينجع التحسيس ولا الردع. السياسة التي اعتمدتها الجزائر في مكافحة الظاهرة منذ سنوات بقيت مجرد حبر على ورق في ظل تنصل الجمعيات ولجان الأنصار عن آداء دورها. من هذه المدرجات وقعت المقذوفة على رأس الضحية، فتحولت المدرجات في الجزائر من مكان للفرجة والرياضة إلى مكان للعنف. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. هكذا نصل مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا الرياضية. لمزيد من أخبارنا دائما الميادين.net. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.